السلام عليكم، معكم نبيل رضوان. هذا الفيديو هذا درته خفيف ظريف غير باش نشرح لكم واحد المستجد الذي يوقع انطلاقا من السنة المقبلة 2021-2020 سورتو بالنسبة للمغاربة. الوغ سيستيم يونيفرسيتي غادي يتبدل، وغادي ندوزو من النظام ديال ال ام دي ليسونس ماستر دكتوراه للنظام ديال بكالوريوس بكالوريوس ماستر، من بعد يقدر يكون دكتوراه، جو سي با كيفاش غادي يديرو فيه. مي مهم، سيستيم ال ام دي في التاريخ ديال المغرب كان دخل في 2003 2003 فين تعتمد، كانت تعتمد على اساس الحيز الكابا الاوروبا والفرنسيين كما العاده. من بعد بين ان لو سيستيم ال ام دي هو سيستيم فاشل. علاش؟ لان دار غير تراكمات ديال التراكمات ديال الطلبه في الجامعه. الوغ كانوا كيعتمدوا على ان اساس ليسونس عادي تشد في 3 سنين، الوغ كو الاغلبيه الساحقه كتشد الاجازه في 4 سنين حتى 5 سنين. دونك الى خديت غا اكزومبل ديال السيونس، كانوا 16% اللي كيشدوا لا ليسونس ديالهم في 3 ans، alors que la majorité ou la grande majorité كتشدها في 4 ans à 5 ans. alors السيستم ديال البكالوريوس جا عاود باش نحيدوا الحس الكابا ديال لي اوروبيان و لي فرونسي. هذا ندوزو للحساب الكابا اللي سميتو لي زونغلي. هي واحد الناحيه مزيانه. علاش؟ لان لا سيونس ولا العلم في العالم كيدار بالانجلي، دونك ما يمكنش انت تبقى لاصق في لغه لي سيونتيفيكمون بارلون ميته اللغه الفرنسيه. دونك جا النظام ديال البكالوريوس باش يتماسى مع الانظمه العالميه، لان الاغلبيه ديال الانظمه هي انظمه اللي كتعتمد على البكالوريوس. سيتادير مهم تاخذ ديبلوم ديالك ديال ليسونس اللي غادي نسميوه اللي غادي نسميوه بكالوريوس، ولكن اون 4 ans، وعادي يتم الاعتماد بشكل قوي على اللغه الانجليزيه كلغه ديال ماشي ديال التعليم كبدايه، ولكن كلغه ديال لغه ثانيه اللي غادي تدرس في الجامعه. هنا كاين واحد المشكل، عاد غادي يكون واحد المشكل ديال ما بين المهم هادي الفرنسيه باقي كيقريو بها، فهمتي؟ ولكن الوحدات اللي غادي تزادو وحدات ديال 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 اللغه الانجليزيه في افق، على ما قال الوزير، في افق ديال واحد 10 سنين ولا شحال غادي يتم مرور اللغه الانجليزيه بشكل قوي، لان عندهم مشكل ديال ان حتى الاساتذه ما كيقريوش باللونجلي، دونك اي سون ليميتي للفرنسي. الحاجه الزوينه في لو سيستيم جديد هو كما قلت لكم عادي تزادوا وحدات ديال سوفت سكيلز وديال الكوميونيكيشن موديل هكا باللونجلي. لحد الان باقي ما بين حتى شي حاجه على شنو غادي دار، ولا لو سيستيم بيداغوجيك باقي كيتناقش باش كيفاش يحاولوا كيفاش هذا المرور هذا من السيستيم ديال ليسونس للسيستيم ديال البكالوريوس، شنو غادي يديروا مع اللي عندهم الاجازه، شنو غادي يديروا مع اللي عندهم ما بقى لهم والو يشدوا الاجازه. دونك باقي هادشي ما باينش، ولكن ابتداء من شتنبر العام الجاي غادي يدخلوا في لو سيستيم الجديد. الوغ قبل ما تكون الاجازه ولا قبل ما يكون سيستيم ديال ال ام دي، كان سيستيم ديال اجازه في 4 ans، كانت كتسمى داك الوقت بلا ميتريز. دونك كانوا خرجوا من لا ميتريز ورجعوا لل ام دي، ودابا عاود مورا تقريبا من 2003 لدابا واحد 17 سنه ولا 18 عام عادي يدوزو من ال ام دي للنظام ديال البكالوريوس. هي كما قلت بينيفيك بالنسبه لي زيتيدون، الا كانوا عادي الا كان لو سيستيم بيداغوجيك عادي يمشي في واحد الناحيه اللي عادي يعطي لا كاليتي في 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 في, في لونسينيوم. يعني ما بقاوش حنا كنعتمدو غير على داكشي اللي قديم ونشارجيو بنادم بوالو. دونك خاصهم يديروا واحد لو شونجمون راديكال مع 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 مع, مع هادشي ديال اللي كاين. الوغ كيما قلت كاينين ما عادش نقدروا، ما يبقاش لو سيستيم ديال لي سيمستر، دونك ما عادش نبقاو نقراو سيمستر 1 سيمستر 2، غادي ندخلوا بالنظام ديال لاني. دونك غادي تبقى كتقرا العام كامل حتى لافان، عاد تشوف واش ناجح في لاني ولا ما ناجحش. الوحدات عادي تغير وعادي تزادوا في كل عام، في الربع سنوات عادي تزادوا لك، غادي تقرا دو موديل ديال كومونيكاسيون ديال سوفت سكيلز. السنه الثالثه والسنه الرابعه كيكونوا ديال تخصص السنه الثالثه ديال التخصص، والسنه الرابعه ديال التعمق في التخصص، زائد البحث اللي غادي يبقى محافظين عليه كوحدات، جوج الوحدات ديال البحث كتبقى، وعادي يدوزو
من الجامعة كما كانت كتعطي غير بحوث اللي هي نظرية، غادي يقدروا انهم يدوزوا للجامعة اللي كتعطي بحوث تطبيقية، يعني ليسونس بيولوجي ولا هكا، راه غادي يكون لازم عليكم انكم ديروا دي ستاج دو غوشيرش بهذا المعنى هذا. دونك هذه واحد الناحية مزيانة. الوغ كاين بزاف ديال الهضره، بزاف ديال لا ديسكوسيون على السيستم الجديد، كيفاش غادي يتحط وكيفاش غادي يدوز، ولكن اللي حاجه اللي مهمه هو ان السيستم خاص الاعتماد فيه على اللغه الانجليزيه كلغه بحث، سورتو بالنسبه للجامعات، لان الجامعه كما كنقولوا هي مرتع للبحث العلمي، ويمكن لك تكون كدير انت البحث العلمي وما عندكش اللغه الاساسيه ديال البحث العلمي اللي هي اللغه الانجليزيه. دونك هادشي كامل راه فهمتي اون كوريلاسيون مع الناس ديال الانجليز ولي زاميريكان. دونك نتمنوا يكون خير. عندكم شي استفسار ولا شي حاجه كومنتس، ما تنساوش ديروا داكشي اللي كيدار، سبسكرايب، بارطاجيو المعلومه، اون سو فيغا في فيديو واحد اخر. سلامه.